اليوم راح نتحدث عن السمبالزم، الرموز اللي موجودة عندنا بقصة الأولد مان أند ذا سي للكاتب إرنست هيمنغواي. عندنا أولا ذا سي والبحر. According to the to Hemingway الكاتب، the man was able to prove himself worthy in isolation theme in this universe. طبعا المارلين البحر انه ثبت ان الشاعر يثبت ان بين البحر هو مو مكان مستحيل، نقدر نحقق اشياء بالبحر، نقدر نحقق اشياء ما حد يقدر يحققها من خلال البحر، يعني من خلال من رغم انه البحر فد شيء بعيد وخطر وصعب، ولكن نقدر نحقق هذا الشيء اذا كان عندك طموح ورغبه حقيقيه. مارلين represent the ultimate opponent، يعني الخصم on the brings out the best in سانتياغو، هو الخصم اللي ضد سانتياغو. sharks الأسماك القرش consider the shark past، يعني إحنا أسماك القرش هي تعتبر the bad strong القوة السيئة للحياة في الحياة، يعني نعتبرها إحنا something that is bad strong يعني القوة السيئة. عندنا الأسود اللي كان يفكر بيها سانتياغو أثناء الحلم مالته، طبعا سانتياغو كان يفكر أثناء الحلم مالته وكان يحلم بالأسود، طبعا هاي الأسود كانت الذكرى بقوته من كان الشباب. أيضا عندنا Last of Harpen اللي هي الحربة مالته، هو ضياعها معناه أنه سانتياغو فقد السمكة، يعني ضاع يعني تعبه اللي تعبه راح انتهى، يعني لأنه لو كان عنده أسماك الحربة كان ممكن يقتل أسماك القرش كلهم يعني.